فرآه مهموما فقال له إبراهيم أجبني على ثلاثة أسئلة فقط، أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله؟ قال لا. قال أينقص من أجلك لحظة واحدة قد كتبها الله لك في الحياة؟ قال لا. قال أينقص من رزقك شيء قدره الله لك؟ قال لا. قال فعلام الهم والخوف إذن، فعلام الهم والخوف إذن. نقص رزقك بأمر الله، زاد رزقك بأمر الله، ليس للبشر علاقة بذلك، اجعل يقينك بالله تبارك وتعالى. سليمان عليه السلام رأى نملة وقد أعطاه الله وفهمه منطق الطير والحشرات والبهائم والجن والطير، فرأى نملة صغيرة تمشي أنت وتدوسها بقدمك دون أن تشعر، قال لها أيتها النملة كم يكفيك من الطعام في العام الواحد؟ قالت يكفيني ثلاث حبات من قمح أو شعير. فقام سليمان عليه السلام وأخذ هذه النملة ثم وضعها في علبة ووضع معها ثلاث حبات من القمح، ثم فتح فتحة صغيرة ليدخل الهواء على هذه النملة وتركها. وبعد عام كامل جاء إلى هذه النملة وفتح عليها، وإذا بهذه النملة أكلت حبة ونصف فقط، فقال لها سليمان أنت تقولين أنت تأكلين ثلاث حبات في العام، فلماذا أكلت حبة ونصف؟ فقالت يا نبي الله لما كنت حرة طليقة كنت أعلم أن رزقي على الله فلن ينساني، ولما كان رزقي عليك أنت خشيت أن تنساني. نملة تعلمنا العقيدة، تعلمنا كيف نتصرف في الأزمات، تعلمنا كيفية الادخار، تعلمنا أن الله الواحد القهار هو الرزاق وحده، هو الرزاق وحده.